نروح مع الكابتن محمد فودة نشوف حالات نختارها لمباراة النصر والفيحاء. تفضل ابو فهد. ان شاء الله بدر. طبعا المباراة فيها 6 حالات، طاقم تحكيمها كان خالد صاروي، عبد الرحيم الشمري، محمد العرطة العرمطي، وحكم فيديو حسن سلطان الحربي. نشاهد في الحالة الأولى في الدقيقة 7 من زمن المباراة، هنا مخالفة خارج منطقة الجزاء فريق الفيحاء لم يعلن عنها، نتيجة الدفع اللي قام به مدافع نادي النصر خارج منطقة الجزاء. ونشاهد المخالفة، عملية الدفع اللي حصلت من لاعب نادي النصر، فرد الدراع والمخالفة خارج منطقة الجزاء. وما أعرف أنا بالنسبة لعمليات الدفع اللي موجودة في القانون في الأخطاء والسلوك، ما هو الدفع اللي يحسب عليه المخالفات؟ هذه محالة دفع وليس تنافس، لأنه لاحظ المدافع أمام المهاجم. المفترض إيش القرار؟ ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء. والحكم إيش اتخذ قرار؟ ولا شيء. طنش. طيب. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 42، طرد لاعب نادي الفتح محمد أبو سبعان، طبعاً تكلمنا عنها. إنها حالة لاعب الفيحاء. لاعب الفيحاء حالة الطرد غير صحيحة، لأنه اللاعب لم يرتكب مخالفة، ولكن القدم كانت مرتفعة نتيجة انزلاق اللاعب، وهي وضع طبيعي للقدم، والمهاجم هو مناطق أمام مدافع نادي الفيحاء، وبالتالي كان قرار غير صحيح هذه المخالفة. الدقيقة 50، الحالة الثالثة، سقوط عبد اللطيف الصليهم مع المدافع محمد البقعاوي من الفيحاء، أيضا لا يوجد مخالفة تنافس بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ولا توجد أي مخالفة على لاعب نادي الفيحاء، وبالتالي استمر اللعب، كان قرار صحيح من الحكم المباراة. وهذا التنافس لو تلاحظ اللاعبين جنب بجنب، والعملية تسديد الكرة، ومدافع نادي الفيحاء لم يرتكب أي مخالفة في هذه الحالة. سريعا كابتن سمير، تعليقك عليها؟ استمرار اللعب. استمرار اللعب. الدقيقة 65، في سقوط أيضا لأبو بكر خارج منطقة الجزاء، أيضا لم يعلن عنه. اللاعب نادي الفيحاء وضع جسمه أمام اللاعب وسيطر على الكرة ولم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي أيضا استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراة. نلاحظ الحالة، اللاعب اتجه للكرة واصطدم فيها أبو بكر، ولم يكن هناك في اعتراض من اللاعب، ولكن بحث عن الكرة ونجح في السيطرة على الكرة واستمر اللعب، كان قرار صحيح أيضا من حكم المباراة. شو رأيك يا كابتن سمير فيها؟ لا، استمرار برضو يا كابتن، يعني اللعيب نادي الفيحاء ما يرتكبش هنا خطأ، ما استخدم جسمه وبيحجز على الكرة، يعني لما لا لا، هو بص الكرة استخدم جسمه امتى؟ أما الكرة بقت في حوزة لعيب الفيحاء، يعني بص الكرة بقت تحت رجل لعيب الفيحاء، فخلاص حط جسمه هنا، خلاص ده وضع مشروع انه يعمله. كابتن فود نرجع. الحالة الخامسة في الدقيقة 84، طرد لاعب نادي النصر مشاري بوف، ومن ثم العودة إلى حكم الفيديو، تراجع عن الطرد، وفعلا كان مخالفة، عدلوا السجية يا شباب، هذا تكتبون انتم مركزين. هنا قام بعملية طرد، ولكن عاد بعد أن عاد لحكم الفيديو، نلاحظ هل لاعب نادي النصر ارتكب مخالفة ضرب في وجه المنافس؟ نوقف اللعبة، لاحظة وضع يد لاعب نادي النصر على الكتف، ولاحظ أصابع يده لم تتجه نحو وجه المهاجم أو عيونه، وبالتالي القرار ركلة حرة مباشرة وإنذار فقط، والحكم ذهب لحكم الفيديو بعد أن استدعاه. يده ضربت مثلا، فرضنا وجه اللاعب، لا طرد، لكن هنا اليد لم تصل إلى وجه المنافس، ولكن وضع اليد على كتف اللاعب نادي الفيحاء، وبالتالي البطاقة الصفراء كانت هي القرار الصحيح. الحالة الأخيرة في الدقيقة 94 اللي هي هنا الحارس المرمى حاول أن يسيطر على الكرة، خرج، ونشاهد الحالة، هل في مخالفة على حارس المرمى؟ هذه عليها كلام كثير في السوشيال. لاحظ الآن الحارس هل لمس سيطر على الكرة أو لعب الكرة؟ المهاجم أول من لعب الكرة، وبالتالي صار عملية مهاجمة من حارس مرمى نادي النصر، وبالتالي ركلة جزاء لم يعلن عنها في الدقيقة 94 لصالح فريق نادي الفيحاء. بس في حال عاوز أقولها بس. لا مش عاوزين. لا شكرا. لا أسفين، مش عاوزين حاجة. هتقول لي فاول ولا هتقول لي عديني حاجات صغيرة؟ لا 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 لا, آه. لا لا لا، الطرد اللي طرده، بس الحالة اللي كان كابتن فودة لسه بيشرحها، مساعد الحكم رقم واحد عاوزين نجيبه، شوف هو عمل ايه في الكور دي، وكل الحكام عارفين اللي انا بقوله دلوقتي. المساعد الحكم بيساعد الحكم في ايه؟ لو الكاميرا عليا، اما بتبقى فيها كارت اصفر بيحط ايده على صدره كده، ده كارت اصفر. عاوزين نشوف مساعد الحكم عمل ايه، هتلاقيه بيقول له ده كارت اصفر مش كارت احمر. كمان اول ما الكره تظهر على مساعد الحكم رقم واحد، هتلاقيه حاطط ايده اليمين على الكارت على صدره، صدره دي يعني كارت اصفر. حتى مساعد الحكم عاوز يساعد الحكم، بس الحكم مش عاوز مساعد.
ابو بدر معلش، بالنسبه لعمليه وضع اليد على الكتف هذه او يده على فخده، هذه اتفاق بين الحكام وليس قانون يعني. كود يعني. لا كابتن فودة، كابتن فودة اشاره معلش كابتن فودة، انت قلت راي، خلنا نقول راي الله يرضى عليك. بالنسبه لاشاره الحكام على اتخاذ قرار اما انه وضع يده على صدره واما وضع يده على الفخذ تحت اذا كان الحكم بعيد عنه، يوضع يده على فخذه او على صدره، لكن ما هي قانون. ثانيه واحده بس كابتن فضل، خلصت كلامك؟ تفضل. انا في البدايه قلت الحكام عارفين انا بقول ايه، الاتفاق اللي بينهم. لو ترجع نرجع بس كابتن دكتور وليد، انا قلت ايه؟ عندي دقيقه، عندي دقيقه للفقره هذه. لا ما اصل المهمه بس عشان كابتن فضل اوضح له النقطه دي. ما انت ممكن تكلموا مع بعض بالتليفون بعد البرنامج يعني. لا عشان المشاهدين بس يعرفوا. بس انا هنا بتكلم الحكام، في البدايه قلت الحكام عارفين انا بقول ايه، دي اشاره من الحكم. كابتن فوز، انا ما جبتش سيره القانون خالص الكره دي على فكره، عشان الكره دي انذار اصلا ما فيهاش كارت. قصدك ايه؟ قصدك ان يعني كابتن فوده مش كانش عارف المعلومه دي ولا ايه؟ لا اصل هو بيقول انا قلت قانون، انا ما قلتش قانون على فكره في الكره دي. لا انا كلامي واضح جدا وثالث. اقول ما قلت قانون يا كابتن سباع، قلت انك انت قلت انه وضع الاشاره هذه معارفين الحكام. الحكام مفترض انهم يعرفوا. لو جو حكام ثانيين غير الحكام هذول يقولوا اذا في طرد حط لي يدك على فخذك في هذا، اعرف انه طرد. فهي مي حركه دائما بالنسبه للمباراه. مفيش كارت على الفخذ خالص بس. مفيش طرد على الفخذ، مفيش كارت احمر على الفخذ خالص يا كابتن. نعم انا حكمت عمري، انا في حياتي ما قلت الحكم كارت احمر حط ايدك على فخذك. لا يا سيد الكريم، يا سمير شو هي مي عمليه انه نبرر بعض احنا. انا ما اعمل خط هيك في الكلام اللي قلته انت، لكن انا اعمل قلنا ليست قانون فقط لا غير، يتفقوا على اشاره طيب. معينه للطرد وبالنسبه لعمليه الانذارات. اليوم انا كنت بقول حاجه للايضاح بس يعني. 10 الف مبروك، ثلاث نقاط بالنسبه للنصر اليوم. شاهدنا الصبر، عدم الاستعجال بالنسبة للاعبين النصر حتى الدقيقة 75، وبالتالي استطاع لاعبين النصر تسجيل الهدف الأول. أول شيء بسم الله، الحمد لله، الله يبارك فيك ومبروك للجمهور العالمي. زي ما قلت الصبر يعني، ما تسرعنا في البداية، الطرد يعني خلانا نبدأ نستعجل ونسجل الهدف، الحمد لله. اليوم ما شاء الله كابتن استطعت عمل الإضافة الفنية من خلال بعد نزولك بشكل سريع من خلال صناعة الهدف. الحمد لله هذه مساعدة زملايا، صدقني أي وقت حكون في الملعب إن شاء الله إذا ما يعني حفيد الفريق إن شاء الله. جميل، إيش محتاج كابتن عبد الفتاح للاستمرارية في المشاركة بصفة أساسية الفترة القادمة؟ ان شاء الله، واللعب الواحد اللي ياخذ فرصته صدقني يعني يعطي كل ما عنده بيلاقي نفسه في الملعب. شكرا كابتن. شكرا للكابتن عبد الرحمن السفري لاعب نادي الفيحة، يعطيك العافيه كابتن، هارد لك. خساره اليوم من امام النصر، الفيحة استطاع أو لعب مباراة كبيرة من خلال مجاراة النصر شوط المباراة الثاني كاملة، وكان قريب حتى أو هدد مرمى النصر حتى أطلق حكم المباراة صافرة. أول شيء الحمد لله على كل حال، النصر فريق كبير يعني، إحنا أدينا جيم ما قصرنا فيه، العيال كلهم ما قصروا فيه، بس أنت شايف الظروف اللي كنا فيها، ناقص من يمكن الدقيقة 40 الشوط الثاني يعني، كان في ضغط علينا. الحمد لله على كل حال، حالة الضغط العالي اللي كان يلعبها لاعبي الفيحة خلال شوط المباراة الأول استنزفت المجهود اللياقي بالنسبة للاعبي الفيحة، وبالتالي قل التركيز. لا والله مو للدرجة هذه، بس إنه الطرد اللي أثر فينا يعني، ما هو مو شيء شو سوي عاد، الحكم كان عندي شوي. جميل، اليوم الفيحة أيضا لعب يمكن بطريقة مختلفة عن المواجهات الماضية من خلال اللعب بثلاثة في محور الارتكاز في هذه المواجهة قبل طرد أبو سبعان. لا أنا متعودين نلعب على ذي الطريقة، كذا مرة لعبناها، وبأي طريقة احنا نأدي اللي علينا والباقي على ربنا يعني. شكرا. شكرا.